تقييمك توا الفني، هل يعني نسبه رضاك على العمل تاعك ساعه صلب المجموعه، ثم نسبه رضاك على الاداء للمجموعه الموسعه؟ يعني انا اليوم نقول اليوم سي عمار اكيد راه عنده اون اسكيس دو 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 ديكيب ريستورانت تاع 15 16 لاعب اللي ممكن هما اللي باش يوصلوا الترجي التونسي، وانت تحكي عن المرحله الثانيه باش يوصلوا ربما ينافسوا على اللقب، ومن المفروض يتحصلوا عليه اللقب. اليوم اسكو اليوم نسال اسكو ترو دو ريشيس مي اسكو وفرت الرصيد البشري ولا تقلق؟ لا موش بالعكس ما تقلقش، لانه بو لا سامبل ريزون الاشياء اللي قاعده تصير توا ونجرب كيما قلت لك باش انا نرتاح اكثر، لاني باش تولي الاولويه للميدان للجاهزيه. فلما في بعض الاحيان تصير فرص لبعض اللاعبين باش يشاركوا تصير اكثر راحه لي انا في التعامل معناها مع المجموعه. كيما قلت لك يعني كل لاعب يعرف امكانياته يعرف موقفه في الفريق، هذا شيء يعني يساعدني باش الاختيارات نتاعي تسهل، لانه يعني لازمك تعرف اللي المشكل واللي اصعب ماهوش التشكيل الاساسي واللاعبين ما يشاركوش، هذوما الامر اللي يرهق اكثر من اختيار التشكيله، لانه التشكيله باش تكون للجاهز اكثر وحسب الخطه اللي مرسومه الى يومنا هذا ما عندناش المجموعه كامله على ذمتنا، حتى كان موجوده على الورق تشوفها موجوده راهو هناك خلل، يعني يا راجع من إصابة يا يعني المردود نتاعو ماهوش يعني مثلا الانتقادات الأخيرة هذه منصر رجابي مثلا هذا موجود، رجابي في فترة من أحسن ما عندنا يعني كمهاجمين عنده قوة شخصية عنده مهارة ينجم معناها يقدم لنا الإضافة، لأنه يعني الإضافة الفردية مهمة معناها في المباريات هذه الكل خاصة لما تكون تلعب قدام مدرب دفاع يعني مكثف، يعني المهارات والفنيات مطالبين بها، لكن لو نرجع نشوف وعنده اصابه من وقت الديربي مره تحير له مره يرجع مره كذا ونفس الشيء في نفس الوقت ما استغليناش فتره الراحه الاخيره هذيك كامله، دونك ما كانش مردود معناها على مستوى لاباس به ما كانش، وعيطنا وحكينا معاه وجلسنا معاه وفهمناه فارينا من القشره كونه ما تمداش في هذا كما قلت لانه عندي انا مطالب باش نعطي حق كل لاعب وحق الفريق زاد، فقلنا لماذا منصر في نفس الوقت معناها عنده خبره عنده امكانيات فنيه واي لاعب مهاري منطقيا نجم يتاقلم ولو مش في المركز نتاعو المحبب ومن حقي باش نجرب، وقام باللي نجم يقوم به المباراه اللي قبلها نفس الشيء اعطانا معناها تمريره الحاسمه مباراه المرسى سجل هدف المباريات الوديه قام معناها مردود لاباس به، لكن نعرف نتاكد اللي مازال ما وصلش للمستوى نتاعو اللي نطرحوا له، دونك لابد باش ناخذوا معاه ونعاونوه نحب باش نوصلوه للمستوى هذا، دونك وقع الاختيار بالطريقه هذه. فلما تخلى رجابي في الشوط الثاني هذا هو سبب الاختيار، تغيرت المعطيات وهذا امر مطلوب، لانه حتى على مستوى التعامل مع المباراه لابد تكون عندك حلول على مستوى الساعه ونص، ما يكونش يعني نحط كل ما عندنا على مستوى الساعه ونص وبعدين نقولوا لا والله في دكه الاحتياط ما عندناش بدلاء والبدلاء ما قدموش الاضافه والتغييرات ما كانش فاهم، ماهوش شيء معناها نشوفه انا سلبي، بالعكس كما حكيت لك فيه ايجابيات وفيه سلبيات، المهم كونه على المدى معناها النص الطويل الطويل نوصلوا للحلول ونوصلوا نلقاو التشكيله المثاليه ولماذا الرسم المثالي في المجموعه اللي عندنا. سي عبد الله انا باش نحكي لك على دو بوست الظهير الايمن والظهير الايسر اللي احنا حتى لتوا شفنا كان مباركي وشمام يلعب. هل انه النفزي وربيع لازمهم يستناو باش مباركي ولا شمام تصير لهم اصابات باش نراهم والا انت مازلت معامل عليهم معناتها باش نراهم؟ يعني لا بالطبيعه كل لاعب معناها مثلا العام الفارط كان يعني التداول بين ربيع وشمال على المركز هذا. بس ما ريناهمش بالكل. لانه خلينا نقولوا معناها المتطلبات تاع المباريات والشيء اللي موجود اعتقد معناها بالنسبه لي انا مرضي. يعني العمليات تاع التغيير اللي نقوموا بها ماهيش تغيير التغيير، لما تجينا مناسبه باش نغير باش نعطيه فرصه نمشيو فيها، اما التغيير للتغيير لا، لانه شفنا معناتها لما يكون لاعب نقولوا احنا مثلا النسق نتاعو او المردود اللي يقدم فيه مقبول
مش معقول باش نجيو نكسروا، خاصة لما تكون ما عندناش معناها حلول كبيرة. دونك ما نجيوش باش يعني نكسروا مردود نتاع لاعب على أساس نعطيو فرصة للاعب آخر. الإمكانيات نتاعهم نعرفوها، كل واحد عنده الخصال نتاعو. خليل خلينا نقول هجوميا يعطينا نفس، يعطينا دفع. الربيع إمكانياته معناها دفاعيا لاباس بها. دونك هذا الشيء يعني كل وضعية احنا نعيشوها بالطريقة هذه. نجم تجيب يعني فرضيات تكون موجود فيها معناها ربيع مكان خليل، نفس الشيء معناها إيهاب المبارك. وهذا أكيد يعني كان على الجيستيون تاع المجموعة تاع الفريق، لأنه صارت عملاول مثلا بين النفزي وبين إيهاب بين خليل وبين ربيع، وعلى ضوء ذلك والتحضيرات اللي صارت على ضوء ذلك تقع معناها رسم يعني نختار معناها المجموعة اللي باش تشارك. لكن هذا ما يمنعش المنافسة موجودة، وأعطينا العديد من الأمثلة، إيهاب المبارك ما كانش يعني مرسم أساسي في العديد من المواسم في الترجي التونسي، إدريس المحيسي ما كانش مرسم أساسي، شمس الدين الدوادي في نفس الوقت قلت لا ماهوش لاعب اللي يلعب لك معناها موسم كامل معناها باسترسال، يعني غليل الشعلاني أثبت معناها وجوده، معز بشرفية رجع من بعيد ودخل وقعد معناها يقوم بالمردود نتاعو، كنا نستناو، تو ناخذ نستناو فيرجيولا في الأيام الأخيرة وعاش. فهمتني؟ دونك هذوما كل الوضعيات نعيشوهم نخمم في مصلحة المجموعة يعني مصلحة الفريق هي أون برومي لو، المجموعة قبل كل شيء، ونساعدوا كل معناها لاعب حتى لو يمر معناها فترة صعيبة نافقوا معاه. دونك لما تتاح الفرصة كل واحد يعني والحظ نتاعو فاش تجي يعني الأمور يعني نمشيو فيها. أما التغيير للتغيير لا. سي عمار نواصلوا في الامور الفنيه وكان تسمح بعد ابنك. الترجي التونسي يلعب بنفس الطريقه منذ عده سنوات، وهذا سؤال كنت طرحته لك في اللقاء اللي اجريناه معك في ديسمبر 2015. منذ سنوات الترجي التونسي تلعب باربعه لاعبين في الدفاع، زوز لاعبين في خط الارتكاز، ثلاثه تنشيط هجومي وراس حرب. يعني سكون ابل معناتها فولغيرمون لو كادو تو ان. اسكو هذا هو الشيما اللي يحبه سي عمار، والا المجموعه اللي موجوده على ذمته تحتم عليه الاختيار هذا؟ بطريقه اخرى ممكن الترجي التونسي راهوه معناتها يؤدي باسلوب اخر بطريقه اخرى برسم اخر. مطروح بالطبيعه مطروح. هو الكادو تو ان سي معناها يعطينا اتزان، هناك اتزان على المستوى معناها التنظيم الدفاعي على مستوى التنظيم الهجومي. زدت على ذلك باش تبني حسب المجموعة اللي عندك، نبنيو معناها الخطة بتاعنا حسب أفكار المدرب بالطبيعة، حسب يعني في بعض الأحيان تكون الأمور مربوطة ببعض، معناها تكون سواء يعني كرسم كامتداد سعد الدين من أجل الشيء هذا، من أجل الشيء هذا، عاودنا انتدبنا معناها منصب حتى نتلافى الخلل اللي نجم يصير معناها لا قدر الله في اصابه قصر كبير او دروب ما نقعوش معناها باش نبرديو معناها الديسبوزيتيف نتاعنا. دونك العمليه يعني مربوطه بالشيء هذا. دخول باغ اكزومبل زعبيه يعطينا ربما مسار اخر. دخول زعبيه نمشيو نتعمقوا اكثر شويه، ربما لو يكون موجود معناها زعبيه ربما تمشيو في نفس الرسم، لو شوفوا نفس الرسم يعني نفس الاسبري نفس الاسبري لكن تقول لي مسيره اخرى مع الصناعه العرب ربما نلقاو يعني نلعبوا شنو ياجمين يعني احنا علاش قلت لك ناخذ شويه وقت حتى نلقاو يعني مطروح تغيير الرسم التكتيكي كيف ما لها الاثبات عليه معناها الامر المهم نختار لو ميور اونز يكون موجود مع بعض مع التعامل مع الساعه ونص. وفي هذا الكل الاكيد باش يتمس لاعب ولا اثنين من اللاعبين اللي عندهم اسماء، لكن هذيك طبيعة الكورة. هذيك طبيعة الكورة لابد باش معناها تكون الأمور واضحة، الاختيارات والقرارات في يد المدرب، وما نجم يغيرها حتى لاعب. دونك هذا التعامل يعني لحد الآن المجموعة اللي عندنا والإمكانيات اللي موجودة تخلي 4-2-3-1 مطروحة، حتى 4-3-3 مطروحة، ولما يكون الفريق كامل موجود معنا نفكر باش يكونوا اللاعبين اللي جاهزين اكثر ولو ميور اونز يكون مش من اسماء بالجاهزيه يكون موجود. دونك حتى يعني تغيير الخطه وارد. في بعض الاختيارات سي عمار انا نحب نسال من باب الفضول.
انك تختار تحط مثلا في الدربي الاخراني انك تحط مثلا بدري على اليسار، هل هذا اختيار معناتها اضطريت انك تاخذ الشواء هذايا والا معناها كيفاش صار الاختيار هذا؟ معناها اني راه منصر على اليمين وبدري على اليسار. ماهوش اختيار، هو المركز نتاعو الاول يلعب على اليسار، يلعب باليمين لكن يحب يلعب على اليسار، يلقى راحته على اليسار، يحب يدخل يعطي تمريرات حاسمه يشوط من بعيد. هو المركز نتاعو يلعب لعب طرف على اليمين وعلى اليسار، يلعب باليمين لكن يحب يلعب على اليسار هذاك يعني. لكن احنا للضروره في بعض الاحيان حتى الجاي يلعب باليمين ويحب يلعب على اليسار. دونك هذه يعني اختيارات. دونك بيشتو هو معناها اللي بريفير يلعب في الجهه هذيك. دونك عندنا مصر دلوقتي حطينا مصر في الجهه هذيك، لما تخلى الجاي الاثنين يحب يلعب على اليسار، دونك نوليو نختاروا شكون اللي يتاقلم اكثر مع الجهه اليمنى. دونك يولي البدري يجي على اليمين. دونك هذه كانت اليسار واليمين يوسف مساكني معناها تتذكر في نفس الملعب شقيق معناها شنو هو فنيا لا شقيق باش ندعم لك انا فنيا ما خلى حتى لاعب يساري ينجح في المنتخب صحيح. وهو يلعب باليمين حتى لاعب يساري ما نجح في المنتخب وقت اللي كان هو يلعب اساسي في المنتخب. حبيت نعطيك فكره معناها على الوضعيه. هي سي ان كار بارتيكولير هذا من باب معناها قلت المدافع حبيت نقول لك اللي يعني موجود كونه عندنا لاعبين يلعب باليمين لكن يحبذوا يلقاو راحتهم على اليسار اكثر من اليمين. يعطيك الصحه. بالنسبه فما نقطه مهمه معناها تتساءل عليها برشا من احباء الترجي التونسي اللي تبعوا معناتها التفاصيل نتاع المباريات. الكرة الثابتة اليوم ما عادش معناتها سلاح قوي للترجي التونسي، وكان في وقت من الاوقات معناتها فريمون يونان معناتها الركنيات المخالفات اتسيتيرا كانوا فريمون معناتها حل من الحلول. اليوم كم هائل من الركنيات، كم هائل من الكرة الثابتة ما يقعش استغلالها وما يقعش معناها توظيفها كما يلزم. ايش يقول سي عمر؟ صحيح موجود حتى الموسم الفارق معناها كانت البدايه بتاعنا محتشمه وبعدين خذينا الجهاز ذاك الوزير بتاعنا وجات النجاحات على مستوى من الكره الثابته. بالنسبه للموسم هذا سجلنا في الكاس على مستوى الكره الثابته، المباراه الاخيره هذه عندنا زوج فرص معناها واضحين، قله التركيز او معناها التايمين كان موجود، الاكزيكيوشن تكنيك معناها كل واحده ضربات الكره بس بالقروي والذوادي في بعض الاحيان تدخلنا معناها العمليه نتاع التنفيذ يعني حسن حظ معناها التنفيذ نتاع الركنيات هذا موجود منه ان شاء الله بالتدريبات. لو بوتونسيال معناها تاع لونجاجمون باش نمشيو نقفوا الفرص هذيك ولا وجوها موجود. تقعد العمليه تعرف ناس كل تحضر الكره الثابته سواء كانت دفاعيا او هجوميا، هذه نقطة معناها لابد باش نزيد نركز عليها أكثر ونخدمها أكثر ونلقى لها الحلول. في بعض الأحيان لما نجي باش نخدم مثلا الكرة الثابتة في الملعب كما اللي عندنا تو ندربوا عليه، في بعض حتى باش تعمل دي كومبينيزون ما ينجحولكش. نظرا للأرضية معناها اللي موجودة حتى باش تنوع وباش تعمل ما تنجحلكش حتى أي عام ما تمشي كان يعني بالتنفيذ المباشر أو كذا، نظرا اللي الأرضية ما تنجمش تخدم عليها كورة ورجعها أو إلى آخره، لكن من النقاط اللي عملناها أعطاتنا معناها إضافة معناها سعد الجير كان في الإحصائيات معناها كان نفسنا في كذا مباراة. بون إن شاء الله اليوم بطبيعة الحال ولو ما جاوناش على المخالفات معناها في القرار على المناطق هذيك إن شاء الله معناها بالعمل وبالتركيز وناخذوها بعين الاعتبار، لكن يلزم فيها نفس الشيء عمل لابد يكون معناها موجود أكثر يعني جدوى ونجاعة من اللي موجود تو. فما اللاعب ياسر جلاسي كان تسمح نتسألوا اليوم شنو هي المعادله ولا ديزون لا كومبينيزون بوسيبل على المستوى الرسمي التكتيكي اللي نجم يكون فيها موجود الياس الجلاسي اكثر وقت بما انه عنصر من عناصر الترجي التونسي كيفه كما اي لاعب. بالنسبه للياس الجلاسي المركز نتاعو يعني كما يقول بلغه الكوره رولير، يعني باش نزيد نبسط اكثر في نفس الوضعيه نتاع غيران الشعلالي مع في الجينيسيس او لما نلعب ثلاثه حسب معناها الاختيارات حسب يعني ثلاثه يعني يدخل في منافسه مع المجموعه ديالكم. ما عندوش لو ريجيستر تاع سعد الدين والا محمد علي مصر خلف المهاجم كما حبينا
حطوه في الطريقه هذيك او يقولوا صانع العاب سي با فري، ما ينجمش يتاقلم في الريجستر هذاك. اعطيناه فرصه كانت على الطرف كيما اعطينا المنصب، نقولوا نستغلوا الامكانيات الفنيه نتاعو دي او دي با في بعض الاحيان كيف يدخل ينجح كيف يبدا، لانه ماهوش المركز نتاعو الضوء باش الواحد يعني يعطيه حقه كامل يدخل في المنافسه في وسط الميدان مع اللاعبين الكل، كوليبالي، القاسمي، فرجان الساسي، علاء الشعلالي، منصر، سعد الدين، في وسط المنظومه هذه. يعني هذا هو اللي يعني بالنسبه للاعب مهاري عنده الامكانيات، صحيح ما خذاش الفرصه اللازمه كما خذاها معناها اللاعب مثلا علاء الشعلالي، دخل في فرصه جات ورقه حمراء بتاع كوليبالي، فرض يعني روحه صم معناها ما صم يعني بطبيعه الحال لازم يثابر لازم يواصل زين ينتظروا عمل كبير. دونك الفريق نتاعنا خلينا نقولوا خذا وجه اخر بالديو هذا يخدم على اعطانا راحه اعطانا على مستوى الافتكاك. كل مدرب يتمنى يكون عنده لاعبين اثنين مهاريين يعرف يلعب الكره يعرف يصف اللعب وعلى مستوى الافتكاك موجودين. دونك هذا هو بالنسبه يعني خذينا دي كاب باركا يعني هذه الوضعيه نتاع ليس داسي وحتى هو يعرف شيء هذا. لكن الامور الاخرى الامور ما عندي حتى امور شخصيه مع حتى اي لاعب، بالعكس نحاول نساعد اي لاعب ومن حق اي لاعب يعني باش يكون يعني تشوف على ملامحه وعدم الرضا في التدريبات وكذا، هذا قاعدين نشتغلوا عليه ونحكيوا معاه ونتكلموا معاه. لكن كما تحكي انت فريق ماهوش سهل، ماهوش معناها يعني سهل باش نتعامل مع الفريق نتاعنا على مستوى معناها ثقافه الطلب بتاع الجماهير اللي تعودت عليه ماهوش جديد، على مستوى الامكانيات البشريه اللي موجوده. دونك الواحد يحاول يمشي شوي شوي بدون ان باش يكون فما حتى لو تكون اخطاء تكون عفويه ما فيهاش ظلم، اهم شيء فيها اهم حاجه معناها لوجو مصلحه الفريق ويعني هناك يعني كما قلت لك يعني عفويه وعدل بين اللاعبين الكل. اذا نفهم كلامك ونتبع اللوجيك اللي تحكي لي بها غير ان شاء الله اللي باش يكون معاقب بالمقابله الجايه ضد متلوي بما انه تحصل على الانذار الثالث، هل يعني هذا انه فما فرصه للسداسي يكون في التشكيل؟ نجم تكون هو موجود في المجموعه، كيما قلت فما جيستيون فما يعني لاعب قبل يعني هذا هو الاشكال اللي ماهيش قضيه عاطفه. انا لما اشتغل نحكي لا 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 بروفيل نتاع لاعب لما فما بروفيل نتاع لاعب فما قلت لك عندها نفس الشيء فيستيال تختار يعني نخدموا عليها فيستيال والعام طويل. دونك هذه فما مصلحه الفريق، مصلحه الفريق تتربط بالنتيجه تتربط نفس الشيء في التعامل مع المجموعه اللي عندها. يعطيك الصحة. هي سي عمنا سيزون طويلة، عندنا البطولة وعندنا الكاس وعندنا الشامبيونز ليغ وبتجينا الكوبا وعندنا الفريق القومي باش يلعب الكان ومعناتها لا جيستيون دو ليفيكتيف. هل أنا وأنت باش تعطي فرصة تو جبدنا عجلاسي مثلا باش تعطي فرصة للناس الكل على خاطر سيزون طويلة برشا وفيزيكمون هل أنا اللاعبين هذوما الكل باش يشدوا avec autant de matchs معناتها باش يتلعبوا دونك يمكن انه ما نعرفش انت شنو كيفاش ترى لا سويت دو لا سيزون لا جيستيون دو ليفيكتيف. لا جيستيون سو في سويفون لو روندمون، معناها مثلا ملعب متلوي وربما في التغيير نتاعنا تعرف الارضيه نتاعو لازم لاعب معين، معناها لازم يعني تولي فما لاعب مهاري لاعب ربما الارضيه تحكم حتى في اختيار تاع ملعب تحكم لنا حتى في اختيار تاع تشكيله تاع لاعب مركز او اثنين تنجم تكون موجودة الفرضية هذه موجودة. مثل ما قلت لك لما لاعب ياخذ فرصة ويشارك قدم مردود. دونك نتهنى ومو عندنا كابيتال عندنا اون ايكيب تيب وعندنا ملاعب نعرفوا اللي اون كا اوف يستحق ونلقاو لاعب اللي يغطي لنا الفراغ هذاك ما نحسوش بفراغ. فما لاعب ما يقدمش دونك تولي أولوية اللاعب الآخر ما يشاركش. سي كوم سا نمشيو من ايتاب بار ايتاب بدون أن كما قلت لك نمس بالمصلحة نتاع وخاصة كونه لاعبين كيما كوليبالي مثلا زاد ديك العام ناوي يشارك في جوج مباريات كاساسي والفريق عطاه مع عطاه وفما نتائج هو يلعب فهمت. دونك هذا هو التعامل كما قلت لك فما جيستيون تاع فيستيال لابد ناخذوها زاد بعين الاعتبار. على مستوى الطاقم الفني سي عمار انت خدمت مع مدربين مساعدين في فتره فارتا واليوم معك ابن من ابناء النادي اللي هو سي معين الشعباني. شنو نظرته سي عمار للمساعد المدرب وشنو كيفاش يرى دوره في العمل الجماعي نتاع
يعني دوره فعال. انا من الناس اللي انسى باش اي واحد في الطاقم نتاعي الفني اللي يخدم معايا ولا يخدم معايا توا باش نخلي له فرصه باش يكون المدرب ما يخلينيش نخدم. نعطيه يعني صلاحيات، وقت عمل، حريه، الراقب من بعيد، نتشاو يعني معين سي ان جوار ديكسبيريونس اللي دار في ليسبيرونس يكوني بيان لا ميزون بطبيعه الحال. الجمعيه ديما محبوبين معناها في لي بيان فوني معناها في الدار نتاعهم، دونك تنجم تسالوا اللي خدموا معايا الموسم الفات او الموسم هذا، فنعطيهم المجال، نعطيهم معناها نعاملهم معناها باحترام كبير، وعندهم جميع الصلاحيات نتشاور سواء كان حتى مع عثمان نفس الشيء، صبري على مستوى المعدل البدني نفس الشيء، يعني كل حد في الاطار نتاعه نراقب نتبع نروش بعض الامور، لكن عندهم صلاحيات وعندهم معناها معايا يعني اللي تشوف فيه في الملعب الكل نتائج نتاع فما معناها كوميونيكاسيون بينات بطبيعه الحال. قرار الاخير يبقى بيدي انا. وهذا اللي يجرني للسؤال الموالي، رايك في التنشيط الدفاعي نتاع الترجي التونسي الفترات الاخيره؟ قبلنا برشا اهداف، قبلنا يعني ثلاثه اهداف ونعتبره معناتها في ست في المباريات الاخيره ونعتبره معناها مرتفعه شويه مرتفعه شويه خاصه كونه جاء مش في نص معناها المسؤوليه نتيجه اخطاء، هي راهي مسترسله الاخطاء ماهيش معناها كما نحبوا نقولوا احنا فرديه بالتمام والكمال، ولا انه فما زوز اخطاء فرديه مره شويه كان فتنا ومره كان فتنا يعني دابوردو موجوده لا موجوده ما نقولوش لا، لكن فيها تسلسل حتى كي نخسر كوره احنا يعني كوره سهله واحنا نخبو معناها في الهجوم اتسيتيرا وكذا تفتك لنا كوره بسهوله هذيك زاد اخطاء، وهنا التسلسل نتاع الاخطاء خاطر احنا في الرسم نتاعنا لما نخسر كوره اول حاجه نقوم بها افتكاكها في مكان الخساره نتاع الكوره، اي مش بشرط اللي خسرها، اللي خسرها او اول واحد لازم تكون هنالك رده فعل باش تفك الكوره هذيك. دونك هذوما حاجات اللي دي سبيسيفيسيتي معناها في الخدمه نتاعنا شغل بها. بطبيعه الحال لي جيست تكنيك هذوك ناجحوا له برشا ومش نابورت كي يعمل جيست تكنيك هذيك وينجح بها، كي ينجح بها تيرا كامل ويصفق كيف تجي هفوة بطبيعه الحال تكلفنا معناها يلزمنا نتحملوها الكل مع بعض، ما نبنيوهاش معناها على لاعب باك، المشكل كونه ما يلزمش تتواصل. وعنصر فاعل معناها شمس الدين في المجموعة، عنصر فاعل معناها الفريق، لاعب خبرة، بون على الغالب تصير معناها الأخطاء، وهنالك معناها في المباريات الكل، هنالك أخطاء لكن تتنسى لأنها ما تمركزش. مش بشرط يقوم بها المدافع، حتى مهاجم. يعمل لك هفوة هكا يمد الكورة في 18 متر، جيبش يعمل كونترول تفتكله وتدخل ويفسخ الجول يجيبوها لبرا، دونك هنالك العديد من الأخطاء اللي موجودة لما ما تسجلش أنتم ما تشوفوهاش، أحنا نشوفوها. تعالوا نشوفوها ونقعدوا معناها نعلقوا عليها ونراقبوا فيها ونشوفوا كذا، فهمتني؟ دونك هذايا معناها الامر اللي موجود، الاخطاء راهي داخله في اللعبه، شريطة ان ما تكونش معناها يعني ما تشوفوش كل 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 اسبوع يعني نوع نتاع خطا من نوع هذايا، وثم ما تكونش معناها يعني اللي باش تاثر نتيجه المباريات في كل مره. وهنا يلعب عامل الحظ، نعرف لاعبين يغلط في 18 متر ترجع في الشبكه، ولاعبين يغلط 18 متر قدام المرمى نتاعو ما تدخلش الكرة، وهذاك يعني تلقى معاقبته معناها نقولوا احنا فنيا على الشيء الاولى خلال دونك اخطاء في 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 في, في يعني داخله في لعب كره القدم، كما نجموا نركوا مباريات على كره القدم يعني على اخطاء المنافس، كما هما سجلوا لنا على اخطاء نتاعنا احنا المباراه هذه. حتى مباراه يعني ملعب الجالس مستقبل الجالس يعني اخطاء معناها منا احنا سواء كانت فرديه او جماعيه. هذا شيء اللي نطمح دائما وابدا ديما يكون العمل، حتى ريت حتى الاخطاء حتى على مستوى التركيز، حتى على مستوى رد الفعل، حتى على مستوى معناها المونتال، هذا كله يتخدم معناها في التمارين، يتخدم معناها في الحصص التدريبيه وحتى في الفيزيونال، يعني من الاشياء اللي ريت وضعيات هذه الكل من الاشياء اللي نقطتين يتقلقوا منهم اللاعبين مني انا هو الفيزيوناج، لانهم يشوفوا الاخطاء هذه الكل تتشاف وتتحكى وتتقيم. والنقطة الثانية هي الانضباط اللي معناها اللائحة طبقها بحذافيرها، اللائحة الداخلية اللي موجودة طبقها بحذافيرها على جميع اللاعبين بدون استثناء. واحنا
كل مباراتين نعمل ديبريفينغ للوضعيات هذه الكل. يعني ساعات في بعض الاحيان بعض المباريات قلت انا بيدي كفن نتفاجئ بالمردود لانه ماهوش معقول نشوف بعض الاشياء في بعض المباريات كيف هكاك. وهذا كان العمل نتاعنا باش نصلح باش الفريق نتاعنا يوصل يتطور ويتحسن. لابد من الاخطاء هذيك اللي احنا نحاول نقص منها على مستوى كما قلت الفيزيوناج باش نقلوا من الاشياء هذيك الكل. وخليني نقول اللي المباراتين الاخيرتين ماهوش معناها امر يعني كبير. المردود اعتبره معناها محترم, خلق الفرص اعتبره محترم, لكن اللي يهمني اكثر هو ترجع النتائج ولكن الاداء يبقى عليه استقرار. حتى لو الفريق يعني يرجع يقدم اداء معناها مهزوز وقتها انا من جد يعني نتقلق, لكن نحب يكون هنالك يعني استقرار على مستوى المردود. وديما نرجع يعني مستوى الاطار الفني مساهمين في الشيء هذا الكل, سواء حصص تدريبيه نحضروا مع بعضنا نحكيوا قبل الحصص بعد الحصص التدريبيه تحضير المباراه نتاعنا بكله يتم معناها بالتشاور وهنالك معناها احترام. وبالنسبه لي انا معين معناها اكتشاف, نعرفوا كلاعب وكل اكتشاف كما خدمت مع زملاء اخرين نفس الشيء يعني علاقتي طيبه بهم كل. وكما قلت لك معناها بويسكو عايش الوضعيات هذه لي ديربي لي كلاسيكو يعرف العقليه نتاع الاحباء وكل عنده دور معناها حتى في تاطير معناها اللاعبين وتنتصر وعنده مساحه كبيره من العمل سواء كان هو او عثمان او صبري كلهم ماخذين معناها اون مارج نتاع خدمه لاباس بها.